يعني اولا دكتوره نحن سعداء جدا نكون ببرنامجك بالسي بي سي. نحن بنشكرك وبنشكر من خلالك كل الزملاء والزميلات الاعلاميين والاعلام المصري اللي يلقي الضوء على مأساتنا كشعب سوري بهذه الموضوعيه والنزاهه والاخوه اللي نحن عاهدناها من الشعب المصري على الدوام. ونحن كسوريين يعني دائما عندنا الامل الكبير بان نعود الى سوريا، سوريا الحره الواحده السيده الديمقراطيه، دوله القانون والمواطنه والمساواه التي تعتز بابنائها وتتعامل معهم على اساس الكفاءة ولا شيء آخر، على أساس أي انتماء حزبي أو مناطقي أو طائفي أو ديني أو أي شيء من هذا القبيل. كفاءتهم كمواطنين بعيشوا ببلدهم بشرف وبلدهم. والحقيقة السوريين عندهم ذكريات وتاريخ مع الهجرات. والسوريين عاشوا هجرات عبر التاريخ، يعني بعضها مر وصعب. لكن أعتقد أنه هذه الهجرة هي من أصعب وأقصى الهجرات اللي عاشوها السوريين. ومثل ما قلت بالكلمة الارتجالية المقتضبة بتكريم الصبايا والشباب، أنه قد تكون مأساة السوريين الآن هي أكبر مأساة عاشها مجتمع منذ الحرب العالمية الثانية. وما يجعل هذه المأساة كبيرة جدا أن الشعب السوري شعب يعني مبدع فاعل له تاريخ، بنى دولة ووطن بعرق أبنائه واجتهاد أبنائه وكفاح أبنائه من كل الأديان ومن كل الطوائف ومن كل الأماكن. والسوريين ما كانوا متخيلين أبدا، يعني نحن من تاريخ وعينا من عام 1948 ثم 67 ثم يعني الحروب المتلاحقة، الحرب العراقية، الحروب اللي حصلت باللبنان، الحرب الأهلية اللبنانية، ثم الحرب مع العدو الإسرائيلي في تموز 2006. والسوريين كانوا دائما كرماء في استقبالهم والقيام بالواجب، ويعتبرون ذلك واجب تجاه أشقائهم العرب في المحيط اللي لجأوا له. وكنا كلياتنا بحملات تطوعية دائما اتجاه كل اخواننا اللي لجؤوا لنا، وكنا نعتبر انه ذلك اقل الواجب، ولم نقبل ان نتعامل مع اي احد جاءنا الى سوريا بصفته انسان لاجئ، وانما بصفته انسان ياتي الى غرفه اخرى في بيته الكبير اللي هو البيت العربي. ففي يعني الحزن بيصير مضاعف انه هذا الشعب الموهوب، هذا الشعب المعطاء، هذا الشعب الشغيل، هذا الشعب المجتهد انه يجرى فيه أو يجرى له ما جرى. بص أنت قلتها وبتكتب في الكتب كده، إنما بالمعنى المصري البلدي الشعب ده اقتسم لقمة عيشه أو قسم لقمة عيشه مع شعوب كتيرة جدا، مع محتاجين كتير جدا من فئات وطوائف مختلفة. يعني أنتوا يعني قسمتوا قوتكم في يوم من الأيام. اللي مضايقنا دلوقتي حاجتين: الصور اللي تهز كيان أي بني آدم طبيعي، أي بني آدم طبيعي بيقدر يفرق ما بين موقف سياسي وما بين الإنسانية والفطرة. يعني الصور دي اللي موجودة بتهزنا، وفي نفس الوقت بنسأل سؤال: نقدر نعمل إيه؟ إيه اللي ممكن يتعمل؟ شيء يفوق الخيال ويفوق التصور. وأنا أعتقد بأن يعني المجتمع الإنساني أثبت يعني فشل أخلاقي في التعاطي مع هذا الموضوع، وتركوا الموضوع يتفاقم، وهم مدركين انه هذه القضيه تتسع وتتسع وتكبر وتكبر في ناس استاذه منى رجال اعمال تجار.